من الخماسي الحديث عايزين نروح لرفع الاثقال، لان احنا معانا بطله فولاذيه. البطله الفولاذيه اللي حققت حاجه في منتهى الصعوبه في مجال الرياضه بشكل عام وعلى مستوى منافسات الاولمبياد بشكل خاص، ان بطل اولمبي حقق ميداليه في 2016 في ريو دي جانيرو ويجي بعديها بثمان سنين في باريس يحقق ميداليه اعلى وافضل، ومش بس كده، ده كله كوم، وان هو كمان يكون محروق وزعلان ومتضايق عشان كان عايز يعزف النشيد الوطني لبلده ويرفع علم بلده، ومش مكتفي بالانجاز اللي هو حققه ولكن كان عايز كمان انجاز اكبر، ده كبرها في عيون الناس اكتر ما هي كبيره وعظيمه. البطله الفولاذيه بتاعتنا ساره سمير، منوره الدنيا ساره. مش باينه كده كويس اهو. طولي انا يعني، طب انا كده باينه ولا زي تمام يعني؟ السلام عليكم. انا كلامي قليل شويه، مش هتعبكم زي احمد. هو انا يعني، طب اقولي قولي اللي انت عايزاه. انت تقولي اللي انت عايزاه. هو انا طبعا بشكر سياده الوزير على الدعوه الكريمه، ويعني هو دايما هو اب لينا قبل ما يكون وزير، يعني هو دايما معانا وفي ظهرنا في كل المواقف الصراحه. وبشكر طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودايما بيكرمنا يعني في كل بطولات، حتى بطولات افريقيا بقينا بنتكرم من سياده الرئيس. ويعني شكرا لكم ان حضراتكم موجودين معانا النهارده. واللي حابب بقى يسال حاجه. انا حابب اسال، ممكن يعني احنا كلنا فرحانين وفخورين ان ساره جابت الميداليه، وساره لا كان نفسها في، انت كنت بتفكري في ايه ساعتها؟ هو انا يعني انا كنت هلعب طوكيو، بس حصل ظروف للاتحاد بتاعنا وما شاركناش، وكانت ارقامي تجيب لي ميداليه ذهب، احنا لعبه رقميه ففي الارقام احنا عارفين انا هجيب ايه. فالبطوله في طوكيو كانت ارقامي اقل من ارقامي، كمان جابت ميداليه ذهب، فكان ساعتها الموضوع بالنسبه لي يعني متعب نفسيا. ودخلت في اللعبه كانت موقوفه. انا بتكلم اللعبه كانت موقوفه فما شاركتش، بس لما جت لي الفرصه ان انا اشارك فحبيت ان انا اعوض اللي حصل في طوكيو مع باريس واجيب الميداليه الذهب. بس يعني ربنا كان كاتب لي الميداليه الفضه. زعلت الاول، بس الحمد لله يعني رجعت نفسي بسرعه يعني، وقلت لا انا جبت ميداليه واحسن من الميداليه اللي فاتت. انا كنت جايبه برونز في ريو، كان عندي 18 سنه، كنت حابه ان انا اجيب ذهب في اولمبياد باريس، لان انا الحمد لله كل بطولاتي اللي فاتت كلها بطولات عالم افريقيا، اي بطولات انا بجيب فيها كلها ذهب، ما فيش بس غير هي برونز، كان برونز ريو بس. ويعني الحمد لله يعني. اللهم لك الحمد. والسادة زملائنا اللي حابين يسألوا سارة، اتفضل. سارة مبروك ليكي، ومبروك لكل أبطالنا اللي شرفونا الحقيقة وكلنا فخورين بيهم. وبرحب بمعالي الوزير، وبرحب بالأستاذ عمرو ومجلس إدارة المتحدة. أنا محمد الجباس من قناة سي بي سي. إزاي شفتي الدعم الشعبي الكبير؟ توقعتي إن يكون في دعم شعبي كبير كده مع الإنجاز اللي حققتيه، سواء يعني سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الشارع، والاستقبال اللي شفناه كلنا بداية من المطار، شفتي دعم الشعب ده ازاي؟ هو انا يعني انا الحمد لله مع اي بطولة، انا اهلي واهل بلدي كلهم بيجوا المطار، ويعني بيعملوا لي جو جميل كده. وانا من الاسماعيلية، يعني بيجوا لي كلهم المطار، ويعني بيبقوا محسسني فعلا ان انا خلاص جبت الذهب، وتبقى حاجه يعني ببقى مبسوطه، بحس ان انا زي لعيبه الكوره خلاص ليا شعبيه. فيعني انا دايما ببقى مستنيه اي بطوله العبها عشان اجيب الميداليه الذهب، عشان افرح الشعب المصري، علشان انا بحب اشوف الناس مبسوطه. ولما بلاقي ناس كتيره قوي بتبارك لي وناس كتيره قوي عارفاني، يعني ده بيخليني ابقى عايزه اتمرن اكتر، وابقى عايزه يعني لو في حاجه اعلى من الذهب اجيبها. فبس يعني الحمد لله. مساء الخير على حضراتكم. شرمنده دسوقي، مراسله قناه دي ام سي. معالي الوزير، بنرحب بحضرتك استاذ عمرو الفقي. سعداء جدا بلقائنا النهارده مع كل ابطالنا، شرفتونا ونورتونا. بس بشكل تحيزي شويه نسائي، كنا عايزين نعرف من ساره رسالتك للبنات اللي ممكن تكون بتقف في مرحله معينه بيجي لها نوع من انواع الياس
او الاكتئاب، ايه الحاجه اللي تقدر تخليها تكمل بما انك نموذج لينا كلنا كبنات مش بس في الرياضه، لا انت نموذج لينا في البنات كمان كنوع من انواع الصبر، وانك قدرتي تكملي مشوار طويل زي دوت ودموعك غاليه علينا لما دايما بنشوفها في اي لقاء او اي بطوله. ده سؤالي ليكي في البدايه. سؤالي لمعالي الوزير، كنا عايزين نعرف من راي حضرتك برضو بشكل تحفظي شويه عنصري نسائي، الاهتمام بالرياضات النسائيه خلال الفتره اللي جايه، وشفت التفاعل الجماهيري المصري مع نتائج الاولمبياد كان ازاي؟ شكرا. خليك اتفضل معالي الوزير. احنا الاولمبياد دي زادت نسبه العنصر النسائي بشكل كبير جدا، تقريبا 50% او اقرب من 50% ميل في ميل يعني. فالموضوع الرياضات النسائية تقدمت بشكل كبير جدا، حتى لو يعني احنا ابطال افريقيا دورة الالعاب الافريقية او الافريكان جيمز، مصر حققت فيها يعني اعلى انجاز 103 ميدالية، اللي بعدينا 50 ميدالية على مستوى افريقيا في كل الالعاب. علشان كده بنلاقي الدول الافريقية هي ما عرفتش تتأهل بالكم الكبير، وحتى لو في بعض الألعاب مميزة ما خدتها في دورة الألعاب الأفريقية. لكن الرياضات النسائية ده موضوع مفتوح، البنات أقوية جدا. احنا شفنا الأولمبيات اللي فاتت جيانا فاروق وفريال، يعني كاراتيه للأسف ما كانش موجود، لكن شفنا ميداليتين للاثنين يعني كانوا موجودين وهدايا ملاك. فالرياضة النسائية يعني الحمد لله داخلة في إطار كبير جدا، وكمان بقى في ايكونكس يعني زي سارة، كتير عايز يبقى زي سارة. عندنا في المصارعة سمر حمزة هي ما قدرتش تتأهل، لكن برضو بطلة كبيرة في المصارعة، وبنعمل أجيال كتيرة جدا في المصارعة الحقيقة. يعني أنا عايز أقول الجزء برضو إبراهيم، يعني هسأل نفسي وأجاوب معاك في الجزء ده وأسألهم. إحنا اتحرمنا من لعبة رفع الأثقال في طوكيو، والحقيقة كانت أخطاء، وحاسبنا على الأخطاء دي بشكل قوي جدا، وكان عدم مشاركة الفريق مع استعداده كان شيء كبير. الحقيقة الدولة المصرية الوزارة والاتحاد قدرنا ان احنا مع الاتحاد الدولي، يعني سيد جلود رئيس الاتحاد الدولي، الحقيقة بنفتخر بوجوده كرئيس اتحاد دولي وجنسية عربية، والمهندس خالد المهلل رئيس الاتحاد الافريقي كان ليهم دور معانا كبير جدا، ان احنا نروح للمحكمة الدولية وان احنا نروح لكل الطرق ولم نستسلم علشان نرجع رفع الاثقال. وبرجوع ولادنا رفع الاثقال حطناهم على طريق. انت تقولي بقى، انا بفتح لك مجال اهو تقولي الحتة ديت يعني. اتفضل. هو احنا الحمد لله يعني سيادة الوزير ما تأخرش علينا في اي حاجة، وكان علينا غرامة كبيرة جدا واتدفعت بسرعة، وقدرنا ان احنا نرجع في اقل من سنة. يعني اول ما الايقاف بتاع الدولة خلص على طول احنا لعبنا بطولات على طول، يعني كان خلصوا الغرامة وخلصوا كل حاجة. فدي طبعا بشكر سيادة الوزير عليها، طبعا والاتحاد، بس حضرتك طبعا الاول. بخصوص البنات، يعني هو مفروض ان اي حد يعني اذا كان بنت او ولد لما بيبقى عنده حلم وعايز يحققه بيعمل اي حاجه وبيقف قدام اي 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 صعاب بتواجهه. وانا الحقيقه انا بعمل كده. يعني انا يعني لما جينا الاتحاد اتوقف 2020 كان عندي شويه يعني اللي هو خلاص انا مش هلعب تاني، بس قلت لا، انا بتحدى نفسي وبتحدى اللعيبه اللي معايا ان انا عايزه اجيب ميداليه ذهب، وانا حلم ان انا اجيب ميداليه ذهب، وانا مش هتنزل عن حلمي. واللي بيؤمن بنفسه وبقدراته ربنا بيكرمه وبيعمل اللي هو عاوزه. ونعم بالله. صحيح. اتاهلت ازاي للاولمبياد؟ سياده الوزير، انا عايز برضو انت تقول لنا كلمه عن ساره، يعني من وجهه نظر حضرتك. هي يعني بصراحه شهادتي مجروحه فيها عشان بحبها قوي، وهي من سن بنتي يعني. لكن سارة عندها طبيعة يعني تلقائية شديدة جدا، قلبها يعني أبيض بشكل غير منظور، زي ما قال كده ما بتزعلش. وكمان فريق رفع الأثقال يمكن لما بزورهم ما لهمش طلبات، يعني احنا بنحدد أو بنقول معسكرات تدريب فرق مدربين مع الجهاز الفني اللي موجود الحقيقة، لكن دايما طلباتهم احنا اللي بنقولهم احلموا واطلبوا
علشان احنا رفع الاثقال يعني مميزه دايما في مصر، لكن ساره نموذج لكل حاجه انسانيه مجسده فيها، وهي على فكره مخلصه برضو بكالوريوس. قولي بقى انت. انا خلصت اكاديميه البحريه في 2021، الاكاديميه البحريه، الاكاديميه العربيه، وتخصص لوجيستكس، مش كده؟ صح. يعني كمان كل اللي موجودين درجه التعليم بتاعهم عالي، والحقيقه في شركاء كتير لينا من ضمنها الاكاديميه العربيه، لان الاكاديميه العربيه اتفقنا معاهم ان هم الابطال زيرو فيز، يعني بياخدوا منح كامله، وده الحقيقه منح خدناه علشان ولادنا يلاقوا تعليمهم هنا والفرص هنا، مع ان هم بنبني ابطال يعني. شكرا سيادة الوزير. يا سارة انت مشرفانا ومنورانا، ومصر كلها فرحانه وفخوره بيكي. ربنا يخليك. شكرا.